ننتقل لمحطة جديدة ست ماجي فرح، اللي هي الحكي بيناتنا من عام 1992 لعام 1999. منشوف هالفيديو بنكفي. في الإسلام تصوير للجنة أو تحديد شو هي الجنة؟ الجنة طبعاً. الحكي بيناتنا كان برنامج إذاعي إليك، ولما انتقلتي لمحطة الام تي في قدمتي بنفس العنوان، وكان تاني برنامج سياسي لإلك، مزبوط؟ نعم. شو اللي اختلف بهالبرنامج بين الإذاعة والتلفزيون؟ بالتلفزيون كان في انتشار، طبعاً بيكون في انتشار أكبر، في ناس كتار، فيك تعمل تجيب ريبورتاجات تعملون. أخذ كتير وقتها سكسي البرنامج، لأن كان عدة مواضيع، بلش مش سياسي، بلش اجتماعي، لأن ما كان إلا المحطة حق تعمل سياسي، كان بعدها محطة صغيرة. بعدين كبرت المحطة وصلنا نعمل سياسي فيها، وعملنا برامج سياسية المباشرة لأول مرة، برنامج سياسي مباشر على الهواء، بيدخلوا فيه الناس وبيسألوا سؤالات، كان أول مرة بتصير بالعالم العربي أصلاً. كان دائماً البرامج مسجلة. كنت السباقة؟ كان يعني البرنامج كان هو سباق، كان كتير أخذ سكسي، وكانت العالم تنطره وتحضره، ويلي بيعرف يعني جيل يلي كان يحضر وبيعرف بيتذكر هالوقت. لليوم برأيك ملف اللاجئين السوريين عم يرجع ينفتح؟ يعني عم نشوفه عم ينفتح في توقيت معين. توقيت معين لصالح مين؟ لا بيكون بإطار شو عم بيصير بالمنطقة. المنطقة عم تتحول، عم بيصير في تقارب، وأنا مثل ما بتعرف اللي حكينا عنه من سنة الماضي إنه التقارب بده يبلش ويتغير الوضع بعد آذار وبعد أيار من هالسنة. صح. عندك أنت اليوم وضع اللاجئين السوريين هو وضع إنسانياً، هو كتير مهم. اللاجئ السوري إنسانياً مفروض كتير إنه يهتموا فيه، وإنسان بالنتيجة نحن ناس، يمكننا لاجئين من أي مكان بالعالم، وإذا كان في خطر. بس المشكلة إنه اليوم بلغت القصة أكثر، يعني ما عاد هالخطر الكبير يلي عم بيستلزم أو عم بيبرر شو عم بيصير من ضرورة البقاء، وعم بيحكوا عن التوطين تقريبا، عم بيحكوا عن يعني جعل السوريين بيشتغلوا هون. لبنان بلد صغير وبلد في عدة طوائف، وضعه كتير خاص، وضعه بهالمجال هش. انت ما فيك تجي تفرض على لبنان وجود غير لبناني من اي طائفه كانت. فمشان هيك هالوضع استلزم اعاده النظر والشكوك والهواجس، خلق هواجس مشان هيك عم ينطرح. خلينا نحضر هالفيديو. انا بحب لبنان، بحب اللبناني، ما بحب السوري يشتغل لبناني يقعد بلا شغل. ما بحب هيدا التاجر الفاجر اللي او لا اسمع. ما بحب هيدا التاجر الفاجر، تاجر الفاجر هيدا تعول البوزة، لما اقول اسمه شي مرة حاطط لي سوريين بكل مراكز البوزة وكلنا قطعناه، لانه اللبناني بده 5000 ليرة زيادة على الساعة اللي بياخدها السوري. ان شاء الله كل حدا بيتعدى على لبناني ان شاء الله بتزلزل فيهم الدنيا، اما يجي الاخر يحتل ارضك وميتك وكهربتك وشغلك وفرص عملك والطريق والسيارات، كل 3-4 أسابيع بفوت على سوريا بيدفع $100 بمرسوم جمهوري هيدا من الرئيس بشار الاسد، بيدفع $100 وبيرجع يجعل. صديقتك الاعلاميه نضال الاحمدي كانت ضيفتي بالموسم الفائت، شو رايك بتصريحها؟ بتوافقيها؟ شوف، في جزء من العالم هيك عم بيفكروا انه يعني بتطرف معين بهالمجال، انه والله عم بيصير هيك. برجع بقول لك انسانيا ما فيك تحكي في وضع انساني، ما بس لما بتجي الامم المتحده بتقول اذا كانوا موجودين هون بنعطيهم نحن مصاري بالدولار، عم بتقول لهم خليكم قعدوا هون. برجع بقول لك لبنان ما بيحمل لا مساحه جغرافيه ولا مساحه بشريه يصير في عدد أكبر أو عدد كبير عنده، يعني بيطرح علامة استفهام، من الذي يعني عم بيقرر هالشي؟ مين اللي عم بيقرره؟ روح عند المسؤول اللي عم بيقرر هالشي. لما يتغير القرار هني مش راح يجوا غصب عنهم. أنت مع أم ضد ترحيل اللاجئين السوريين؟ مش مع ترحيل، أنا مع عودتهم. في كلمة بين ترحيل، في فرق بين ترحيل العبارة مهمة وبين عودتهم إلى أراضيهم، إلى يعني مع إلى عودتهم وطنهم. دخلك الفلسطينيين رح يجنوا دا يرجعوا على وطنهم، يعني مش لازم يرجعوا على وطنهم. إذا قلت له الفلسطينيين تعوا فيكم ترجعوا، بقولوا ما بدنا شيء، مش رح يقولوا ما بدنا. والسوري كمان
لما بيكون في امان وفي يرجع وكله مثل ما ضابطين ضابطين يعني وضعه هون في يضبطوه بالخارج فين يساعدوه للاجئ ما صار في امان بسوريا ليش ما بيرجعوه للبلا سوريا صار عليها مؤامره ما بنضحك على بعضنا ونجي نحكي شيء ما بعرف شو والاعلام يلي بده يكون سوريا عليها مؤامره كانت حتى يدرك كان سوريا طلعه كثير عظيمه طلعت تجنن كانت ضربوا وانا كنت شدت هالوضع ومن بعدها لبنان من بعدها وبعدها لبنان فالضربة ضربوها لسوريا ما كانت هينة يعني بدهم يضربوها واللاجئين من ضمن هذه المؤامرة واللعبة اليوم إذا اللاجئ بتقوله تعا أنا بدي رجعك وأنا بدي ساعدك بوطنك شو المشكلة؟ لازم يساعدوه بوطنه ليش بدهم يساعدوه بس بلبنان مش بيساعدوه بوطنه؟ ليه عم يقولوا له ما ترجع؟ دونك في خطة شو هي الخطة؟ هذا السؤال في خطة لكن والخطة مش لمصلحته خطة مش لمصلحة السوري عندهم الأراضي السورية أكثر من لبنان لبنان هالقد قدم سوريا محافظة صغيرة يعني ليش لبنان ومش هالأراضي الشاسعة والواسعة الموجودة بسوريا وطن بحاجة لحاجة يشتغلوا حاجة يكونوا عندهم إذا هن هون عم بيتساعدوا ليش ما بيتساعدوا بوطنهم مين ليش ما بيساعدوهم إنه المساعدة بس بهون إذا بتروح لهونيك بطل بدي ساعدك اذا عندك يعني باختصار انت مع ام ضد الصريح الاعلامي نضال الاحمدي هي عم بتشوفها من من وجهه مش وجهه اذا بدك عمليه انت مع ام ضد انا عم بشوف علي مش سؤال انت مع او ضد انت هون او هنيك انت هون ما فيك تكون مع ولا فيك تكون ضد انا مع انه في وضع ايه لازم يتعالج ضد انه بدي كسرهم شو ما كانوا بس بقول مش هن المسؤولين المسؤول يلي جابهم وحطهم أنا ما إلي على ناس يعني ما بقدر روح أنا حارب هالشخص إلا إذا كان عم بيرتكب أعمال يعني مش منيحة إيه يعني بيتحاسب بس شخص حال قاعد ما عنده شيء جابوه قالوا له تعال اقعد هون عم بيعطوه مصاري شو ذنبه